تستعد إسرائيل والولايات المتحدة لضربة انتقامية إيرانية على إسرائيل في أقرب وقت ممكن هذا الأسبوع، حيث وضعت الأخيرة جيشها في حالة تأهب قصوى، بينما عمل المسؤولون الأمريكيون على تجهيز طواقمهم العسكرية، فيما توقع مسؤول أمريكي لصحيفة وول ستريت جورنال أن يكون الهجوم الإيراني قبل نهاية الأسبوع. من جانبه قال جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي لشبكة CNN إن تصريحات المرشد الإيراني حول نيته بالانتقام لمقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وشن هجوم على إسرائيل يدفعنا للتأكد من الحصول على الموارد والقدرات المناسبة في المنطقة حتى لا يسقط ضحايا أمريكيون في هذا النوع من الهجوم. قدرت صحيفة يا إسرائيل هيوم احتمال شن طهران هجوما صاروخيا غير مسبوق، وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش أعلن حالة التأهب القصوى، خاصة مع توقعات أن الرد الإيراني قد يستهدف معسكرات أو مواقع استراتيجية وسط إسرائيل. وأوضحت أن حالة التأهب القصوى شملت جميع قطاعات الجيش تحسبا لهجوم صار من المرجح أن يأتي عبر جبهات عدة، وذلك ما تأكيد حزب الله الرد على اغتيال القائد العسكري فؤاد شكر، إلى جانب تهديدات الحوثي وتوعده بالرد على استهداف إسرائيل لميناء الحديدة. هذا وكانت صحيفة نيويورك تايمز رجحت خيار الرد الإيراني المنسق قد يتم من جبهات كإيران واليمن وسوريا والعراق. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إيرانيين أن المرشد أمر بضرب إسرائيل مباشرة ردا على اغتيال إسماعيل هنية في طهران. نيويورك تايمز قالت إن القادة الإيرانيين يبحثون شن هجوم بالمسيرات والصواريخ على أهداف عسكرية في محيط تل أبيب وحيفا. من جانبه أكد الجيش الأمريكي رفع درجة الاستعداد لنشر المزيد من الدفاعات الصاروخية الأرضية تحسبا لأي رد إيراني. أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية أنه وتحسبا لرد إيراني واسع أعلنت إسرائيل حالة استنفار قصوى وسط تقديرات باستهداف خطوط الكهرباء والاتصالات. معاريف قالت إنه جرى تزويد المستشفيات بكميات كبيرة من الوقود وأجهزة توليد الكهرباء، مضيفة أنه تم إخلاء مرائب للسيارات لاستخدامها كمستشفيات محصنة. وبدورها ذكرت قناة كان الإسرائيلية أن شركة ويز للطيران ألغت رحلات من 13 وجهة في أوروبا، ومشيرة إلى أن إلغاء رحلات الشركة وحدها سيؤثر على ما يقرب من 15,000 إسرائيلي في الأيام المقبلة. وفي السياق، حذرت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة من أن رد حزب الله على اغتيال إسرائيل لأحد كبار قادتها فؤاد شكر في العاصمة بيروت قد يؤدي إلى هجوم أوسع وأعمق داخل إسرائيل. متحدث باسم البعثة الإيرانية قال لشبكة CBS نيوز إن حزب الله سيختار أهدافا في العمق الإسرائيلي، موضحا أن الهجوم لن يقتصر على الأهداف والوسائل العسكرية فقط، بل قد يطال أهدافا مدنية. وعندما طلب من البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة توضيح مكان وجود هذه الأهداف، قالت البعثة لشبكة CBS نيوز إنها ستكون داخل أراضي إسرائيل. دعت الخارجية الأمريكية رعاياها إلى توخي الحذر بسبب التوتر في المنطقة، قائلة إن البيئة الأمنية معقدة. وأشارت الشؤون القنصلية في الخارجية الأمريكية إلى أن التوتر الإقليمي يمكن أن يتسبب في إلغاء أو تقليص رحلات من إسرائيل وإليها. هذا وتوعد الحرس الثوري الإيراني في بيان له بإنزال العقاب الشديد على إسرائيل في الزمان والمكان والطريقة المناسبة، مؤكدا أن دماء إسماعيل هنية لن تذهب سدى. الحرس الثوري الإيراني اتهم إسرائيل بتنفيذ عملية اغتيال إسماعيل هنية بدعم أمريكي، وموضحا أن عملية الاغتيال تمت عبر إطلاق مقذوف قصير المدى برأس حربي يزن نحو 7 كيلوغرامات من خارج منطقة سكن الضيوف.
سأناقش الموضوع على الجانبين، من تل أبيب الأستاذ علي واكد الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي. أستاذ علي أهلا بك. من لندن رئيس مركز الدراسات العربية الإيرانية دكتور علي نوري زاده. دكتور علي أهلا بك. دكتور علي، بمعرفتك باستراتيجيات الحرس الثوري الإيراني، في اعتقادك ما هي سيناريوهات ذلك الرد؟ هل نحن أمام نفس سيناريو رد سليماني، يعني لن يكون سريع، هناك مساحة كبيرة شهور بعدها سيكون رد، أم ربما تختلف هذه المرة؟ تحياتي أستاذ وعواري وإلى زيفك من فلسطين. ودعني أقول لكم بأن بيان الحرس الثوري مثير للذهن، لأن المعلومات المتوفرة ومعلومات المؤكدة تشير إلى أن طائرة إسرائيلية دخلت أجواء إيران ومن داخل إيران أطلقت صاروخين التي تسبب في مقتل إسماعيل هنية. وهذا. وثانيا أنا أود أن أؤكد هنا بأن هناك معلومات خاطئة ومعلومات مضيفة ومعلومات غير دقيقة تنشر في نيويورك تايمز بواسطة مراسلة على علاقة وثيقة مع الحرس، فهي دائما تنشر هذه المطالب بأن إيران ستهاجم إسرائيل خلال ساعات خلال أيام. ليس الوز كما تشير هذه المراسلة، بل على عكس ذلك. النظام الإيراني يعرف بأن أي هجوم مباشر ضد إسرائيل سيؤدي إلى دخول الولايات المتحدة المعركة. فإسرائيل نتنياهو فقط يريد أن يجر الولايات المتحدة للمعركة، هذا هو هدف نتنياهو. فلذلك النظام الإيراني يدرس الوضع منذ 4 أيام. هناك اجتماعات في المجلس الأعلى للأمن القومي، اجتماع خامنئي مع قيادات العسكرية الحرس والجيش، ومن ثم الفئات المرتبطة بإيران اجتمعت بالطهران. وهناك اجتماع، كان هناك اجتماع أمس يوم الجمعة، اجتماع مهم جدا، حيث تم الاتفاق وفقا للمعلومات المتوفرة على أن يكون الرد على إسرائيل مرحليا وبشكل دقيق وليس آجلا أو بصورة. لكن أي نموذج دكتور علي؟ يعني نحن نموذج إبريل الماضي حينما ردت إيران على ضرب إسرائيل لقنصلياتها في سوريا، وكانت ضربة يعني تحملت كثير من التفسيرات، ولدينا رد إيران على ما قامت به أمريكا في اغتيال قاسم سليماني لو تذكر، وبالتالي نحن أمام من نموذجين مختلفين تماما. في اعتقادك النموذج الذي يمكن أن يتبعه الحرس الثوري أي نموذج؟ نعم، يعني الآن جماعات كتائب حزب الله العراق بطهران وحزب الله بطهران وحماس جهاد الإسلامي كلهم والهوسيين، فسوف نشهد ضربات موجهة إلى إسرائيل وليس الولايات المتحدة الأمريكية، من يمن، من لبنان، وحتى من لبنان سوف يكون عملية محدودة ومحصورة، لأن حزب الله أيضا يعرف جيدا بأن نتنياهو يبحث المواجهة النهائية مع حزب الله وتدمير لبنان نهائيا. هكذا نحن أمام وضع محرج بالنسبة لإيران. إيران فقدت جبروتها، اعتبارها، مكانتها. زيف يأتي إلى إيران ويقتل، رغم أن إيران النظام الإيراني يدعي بأنه حافظ على سماء، على أرض، على تحت الأرض، وعنده أجهزة عجيبة وغريبة. ولكن وأين خاتم الأنبياء؟ أينما منظومات الدفاعية لحماية إسماعيل حنية؟